تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسية. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة لدى استديوهات أفراح العروسين. أفراح العروسين للزفات والشيلات والقصائد وسحب الموسيقى. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-96-533-48-021. يا مرحبا وعداد ما هاجت وعداد ما رفت جناح الشواهي. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة لدى استديوهات أفراح العروسين. أفراح العروسين للزفات والشلات والقصائد وسحب الموسيقى. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-533-48-021. تم التسجيل والمساعد باستديوهات أفراح العروسين. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة لدى استديوهات أفراح العروسين. أفراح العروسين للزفاف والشلال والقصائد وسحب الموسيقى. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-533-48-021 وابو عبد الله رمز الطيب بالفعل مذكور نسل الناصر الكرام العزيزي. تم التسجيل والمكساج في استديوهات أفراح العروسين. هذه النسخة للاستماع فقط، لا قالوا أن عصرت المحا البراهيم. أفراح العروسين. أفراح العروسين للزفاف والشلال والقصائد وسحب الموسيقى. يا مرحبا للاستماع فقط، يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-533-48-021 مبروك يا بدر عسى دوم مسرور. مبروك يا نسل الرجال الميامين. يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة لدى استديوهات أفراح العروسين. أفراح العروسين للزفات والشلال والقصائد وسحب الموسيقى. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-533-48-021 من روس العمران السفلى الصلاطين. وابو عبد الله رمز الطيب بالفعل مذكور نسل لناصر الكرام العزيزين. يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-533-48-021